وجيهم، حاطين العشاء الساعة 4 الفجر. لو اني مو بأم العريس كان طلعت. لا، وجايبين مطرب ومدخلين علينا. هلا والله بالعائلة البطلة. ددير بد ددير بد ربد دربد. مساء الخير لأحلى أب وأم وقت بالدنيا. عجيب والله. حي الله العريس. نوف قومي ضبطي لي فطور أنا والمدام ولوسي. لوسي؟ هي لوسي قطوة المدام. وانت سوي ستريما ولا لوسي؟ أقول قومي جهزي الفطور ولا يكثر. قومي يا نوف، قومي جهزي لهم الفطور. ليه والله؟ وانا شغالة عندهم. ايه شغالة الزبدة، أبرسل لك اللي تحبه لوسي على الفطور، تجيبينه تحطينه عند الباب وتطقين وتنقلعين. أوكي؟ يلا بعد إذنكم أروح للمدام. الله يستر يا أبو عامر، لا تسوق هالمرة سوق. هايل ولدي ذيب، ما أقدر عليه حنا، تقدر عليه أنت الناس. كيف تجربتك بالزواج يا عامر؟ الزواج استقرار وراحة نفسية. بعدين وراكم متجمعين عليه كذا، أول مرة تشوفون واحد متزوج. واه يا عامر والله صاير متنان ومستصيح. إيه هذه سلبيات هالزواج، ادخل بنادي وادعمي والحق على عمرك. إيه انت وياه لا تسلقونها على عامر، ترى ما له كم يوم متزوج. إيه هي دحين تأكلك بيدها؟ لا تأكل لوسي وأنا أكل بيدي، ليش ما عندي يد؟ أنا اللي أبغاه من الزواج إني أتزوج واحدة تأكلني بيدها. واضح إنك فاقد حنان وفاقد أمل بالحياة. الله يحيي جاراتي. الله يحييكي، جينا نبارك لك كده على زواج عامر، ما شاء الله الله يتمم له على خير ويسعدهم ويوفقهم عقبال شكو شكفته يا رب. إلا يا أختي فيها زوجة عامر، ليش نشوفها ونسلم عليها ونبارك لها؟ جاية جاية، كلمتها وشوية وتنزل. شكوش تخاف من البسة، شيل البسة يا بنتي شيل البسة. حبيبتي خذيها لفوق ورجعي سلمي على الحريم. لا بروح أنا ولوسي ولا برجع، اللي ما يبي لوسي أنا ما بيه. طويلة لسانة مصبياتي. جلسي أختي جلسي جلسي. وتقول ابعد القطو، كأن لوسي ما عندها اسم. من زين أم شكوش ولدها علشان تخاف من قطو. قطو؟ قطو قطو اسمه لوسي. لوسي أموت فيك لوسي. وزوجتي من ملزومة تجي تسلم على ناس ما تعرفهم. بس دول الجيران جايين يسلمون عليها، وهي ما تبيهم ولا تبي سلامهم دام هم يبون لوسي. لوسي خط أحمر. لوسي لوسي. ليه تأخذها غرفتك؟ لا تنفخين، هي اللي جت عندي. كذاب،